ان الحب مفهوش راحة. علاقة بتحصل فيها التقلبات. هل يستثمر احمد العوضي نجاحه مع ياسمين عبد العزيز في السينما؟ ما بنعملش حاجة لا تليق بالجمهور. احلى على احلى والنبي نطلع. مش فكرة استثمار نجاح قد ما فكرة ان احنا بنحب نشتغل مع انا بحب اشتغل مع ياسمين، ياسمين بتحب تشتغل مع عوضي، الكيمياء بينا حلوة، الشغل بينا مريح. ده كان تعليق احمد العوضي على تكرار تعاونه للمرة الثانية مع ياسمين عبد العزيز بعد ثنائيتهم في مسلسل اللي ملوش كبير سنة 2021، واللي بالرغم من ان الناس حبوهم مع بعض الا ان تصديهم لبطولة ضرب نار السنة دي عرضهم للانتقام. يعني احنا مثلا لما عملنا المسلسل مع بعض الحمد لله ربنا رزق ونجح، عملنا البرنامج مع بعض مع صديقتي منى الشاذلي نجح مع بعض، فإذا الناس حابة الموضوع انت لازم الأول الناس تبقى حابة الاتنين مع بعض عشان تقدر تعمل مسلسل يقبلوك بيه. واحنا لما بنعمل مسلسل احنا بنعمل مسلسل بيحترم المشاهد، ما بنعملش حاجة لا تليق بالجمهور، فتبقى ثقة ما بيننا وما بين الجمهور. مبسوطة قوي. وباين ان نجاح ثنائيتهم كزوجين هي اول سبب لتكرار تعاونهم مع بعض في الدراما. انا ببقى حامل هم ياسمين زي ما انا حامل همي، هي حامله هم عوضي زي ما هي حامله هم نفسها، فبيبقى الموضوع كويس. وممكن نشتغل انا وحد تاني مش هيبقى بنفس الحميميه، وعمرها ما هتبقى، حتى لو هو حبيبي واخويا واختي او زميلتي عمرها ما هتبقى بنفس الحميميه كاتنين متجوزين. يعني نقدر نقول ان الجمهور على موعد مع قصه حب جديده ليهم في ضرب نار بتختلف كليا عن قصه حبهم في اللي ملوش كبير. العلاقه ما بين مهره وجابر علاقه حقيقيه بتحصل فيها التقلبات بتاعه الناس الحقيقيه بتاعه واحد وبيحب واحده بجد، يعني انت بيبقى عليك ضغط رهيب ان انت لازم تنجح اكتر من اللي ملوش كبير، لان الناس نجحتوا مع بعض في اللي ملوش كبير فما ينفعش تكرروا نفسكم باي طريقه. وبما ان مصير ثنائيتهم هو الاستمرار فكان لازم نسال احمد ان كانوا بيفكروا يستثمروا نجاحها في السينما. ممكن بس مش دلوقتي، يعني لان انا بس هي ياسمين عندها فيلم ان شاء الله بعد رمضان، وانا عندي فيلم بولدوزر مع سستر العريان، فيعني دي خطه مؤجله.